في سؤالين بدي اجاوب عليهم ان شاء الله. سرعة الاستغفار ما هي؟ يعني سرعة الاستغفار بأي سرعة أنا استغفر، والعدد مثلا، والمقايضة، هل كلمة مقايضة فيها مخالفة شرعية؟ فقط من هذا الباب بدي اجاوب على هاي الأسئلة ان شاء الله ونستمر. ما هي السرعة وما هو يعني العمل، يعني أصح عمل إنك تعمله مع الاستغفار؟ أي سرعة؟ حضور قلب، تكلمت عن حضور القلب، فهناك من قال يعني لا يرفع عمل بدون حضور القلب. هذول الثلاث أشياء إن شاء الله نتكلم عنهن على السريع بإذن الله تعالى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني هناك من يعقب على كلمة مقايضة. أول شيء، هي المقايضة أن تعمل عملا صالحا، وبهذا العمل تسأل الله أن يعطيك مسألتك، يعني كما فعل الثلاثة الذين أخذهم المطر فآووا إلى غار، فتدحرجت صخرة فأطبق عليهم الغار، فكانوا داخل الغار وما في حدا بالخارج، هم ثلاثة، وكل واحد منهم سأل الله جل في علا، كل واحد منهم سأل الله جل في علا في عمله، وقال هكذا، اسمع مليح شو قال. قال: يا رب، إن كنت تعلم إن هذا العمل كان خالصا لوجهك الكريم فأعطني، إن كان خالصا لوجهك الكريم فأعطني، وأنا بدي أعمل عمل وإن كان خالصا لوجهك الكريم فأعطني، فيعني يا ربي هذا العمل إذا قبلت أعطيني عقباله. وكأنه هكذا، ما العيب؟ ثم إن هل المولى عز وجل، هل المولى عز وجل يعني كل إشي بنعمله يقبله؟ وإذا كان فيه أي شيء خلل هل يقبله؟ ما الله قبل هذه الأعمال، والحمد لله رب العالمين، والناس استفادت من هذا العمل. فلا تدخل هيك فقط ملاحظات ملاحظات ملاحظات. ممكن إنك تسأل ألف سؤال، والله والله يعني كل آذان صاغية إني أجيب، لكنك تدخل على التليجرام وأنا ربما مش ملاحظ، أنا ما لاحظ يعني بالصدفة، أنا لا أستطيع أن أتابع كل التعليقات على الفيسبوك وعلى الماسنجر وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى التوك توك، أنا لا أستطيع أن أتابع كل هذه. فعندما يأتي شخص ويكتب هذا التعليق ثم يعلق عليه أخ آخر، كلهم يتكلموا بالظن، كلهم يتكلموا بالظن، ليس عندهم حقيقة. يا أخي يا أخي، أنت لك الدافع عن الله جل في علا. والله لو لم يقبل الله ما قبلها منا هذه المقايضة وما يعني مسميات أقفال سورة البقرة الأربعة. من أين أتيت؟ هي مراحل يا أخي، سميها مراحل، هي سميها مراحل، لكنها لأنها صعبة. هل لم يقبلها الله؟ لا، قبلها جل في علا وتكشفت، والحمد لله رب العالمين. ما غيرنا بالدين. الإكثار هو يعني الذاكرين الله كثيرا في كل باب. هذا الموضوع إنه المقايضة هي أن تعمل عملا صالحا، أو إن كان عندك ذنب. اليوم أنت مدخن، اليوم أنت مدخن، اليوم أنت غرقان في الإباحيات، اليوم أنت غرقان في القروض الربوية مثلا، وتركت هذا الذنب، أو الأخت متبرجة وتريد أن تترك هذا التبرج لله، فتقول: يا رب، ها أنا تركت التبرج خالصا لوجهك الكريم، فكنت تعلم أن هذا العمل عملته خالصا لوجهك الكريم. وهي تريد الزوج أو تريد الولد أو تريد شيء من الله، فيا رب، إن كنت قبلت هذا العمل مني فأعطني الزوج الصالح، أو أعطني التيسير، أو وفقني إلى ما تحب وترضى. ولا نتوقف إنه ما تحقق شيء. كمان مرات أنا في معي لا يتحقق شيء، كما رسول الله عليه السلام كان في بعض الأحيان يغيب عنه الوحي، فكان يعني فمش يعني أنت كن فيكون، إحنا مش كن فيكون، شوي شوي على حالك، مش انت جديد عهد في هذا الامر، انت مدمر الدنيا مخرب الدنيا بالذنوب، واليوم بدك تعاهد الله. اصبر اصبر يا اخي، شوي شوي هيك، يعني زين انت زين انك، هل انت تعبت في هذه العبادة والذين جاهدوا فينا، ولا يومين ثلاثة انت استغفرت وخلاص انت بدك الله يعني يعطيك كل الذي ايه؟ لا، خلينا نستحي من الله. انت لما بتروح تشتغل في 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 محل شغل، بتقعد لك شهر، انت شهر و15 يوم في بعض الاحيان حتى يعني تاخذ راتبك. فشوي شوي، فالمقايضة قبلها الله. بدك تسميها يا انت باسم ثاني سميها، ما العيب في المقايضة. نعم يا ربي، ان كنت قبلت اعطيني، مش هي هيك؟ خذ يا ربي هذا العمل واعطيني عقباله، ما هي نفس الكلام يعني؟ معلش، هذا هو.
قبلها الله وحققها لنا، ولو لم يحققها لنا ما عدناها ولا فعلناها ولا عملنا هذا الشيء أبدا. من 2015 كان من أهم الأعمال التي عملتها بعد ما لزمت الاستغفار والصلاة وكل هذا، هذه هي المقايضة، سألت الله بصالح عملي فأعطاني الله هذا الأمر مباشرة والحمد لله رب العالمين. لكن كنت قاطع شوط طويل بالاستغفار، لربما 3 أشهر أو 4 أشهر بالاستغفار، 2 3 لا أدري، شوط طويل، 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى، 30,000 استغفار، كل صلواتي كانت في المسجد في تكبيرة الإحرام الأولى، صدقات صلاة لرسول الله وهكذا ودروس. وهناك سألت الله، مش من أول يوم أنا بدي أسأل الله، يعني اليوم يجي واحد بسمع مقايضة يلا أنا بدي أروح أطعمي قط وبالآخر أسأل الله يا ربي كنت أتعلم ففرج ما أنا فيه. لا يا أخي، في شيء اسمه إيمان حتى يثبت إيمانك في كل شيء، حتى يعني يرى الله منك صدق إنك أنت مصدق، مش عمال تجرب، لازلت تجرب 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 تجرب، لربما تبقى بالتجرب هذا بالتجريب هذا تبعك أشهر، لأنك أنت تستغفر يوما ما. أقص لكم قصة هكذا يطول الدرس. يوما ما كلما تقربت إلى الله بفضل الله، والله كلما تقربت إلى الله بفضل الله كنت أترك التدخين، ويساعدني الله في هذا. اليوم أنا لمدة طويلة تركت التدخين وأنا أقرف من التدخين الحمد لله رب العالمين، لكن في الماضي كلما كان يعني ازداد الإيمان ويعلو وأخذ همي عالي في القرب من الله كنت أترك التدخين، وأسأل الله أن يساعدني فكان يساعدني. كنت أترك لله، كنت أترك لله، هنا النقطة، كنت أترك التدخين لله فكان يساعدني الله. نعم، يوما ما يعني صار عندي شد في هذه الأصابع، أعصاب شد، وكأنه هذا الوخز الذي تشعر فيه أنه شيء يريد أن يخرج من تحت أظافرك. كنت أنا كنت تارك للدخان، كنت تارك للدخان، فهم لي، كنت تارك للدخان ورجعت للتدخين، فحصل هذا الشيء، فقلت سأترك التدخين حتى أرى إن كان هذا الوخز يذهب مني. والله اسألني كمان إذا كان في العمر متسع، اسألني كمان 10-20 سنة. 13 يوم تركت هذا التدخين، وأنا كل يوم أراقب هذا الوخز ذهب، لأنه الذي جد علي هو التدخين، فلم يذهب فعدت إلى التدخين. كل يوم عقلي بالتدخين ولكن تركته عشان أنه يذهب. عشان هيك أنت كل يوم بتفيق، هل أمطر الله السماء، هل جاء المال، كل يوم هل جاء المال، هل جاء المطر، هل جاء المال، هل جاء المطر، والمشوار طويل طويل، وستترك الاستغفار وتذهب. خلاص يا أخي، قلت يوما ما ستجد نفسك، اترك، خلي يا أخي هذا الدين الذي عليك أو هذا الهم الذي عليك، يعني خلاص وكله إلى الله، وخذ الاستغفار من باب إنه سوف ترى العجب العجاب بعد مدي، ما هو التوفيق كله من الله، بعد مدي 2-3 سنين أقسم بالله، شايف كل اللي جمعته سيعوضك كل الذي فاتك، وكل الذي جمعته ستجمع أكثر منه، سيعطيك الله أكثر منه، حياة طيبة كريمة كما وعد المولى عز وجل في سورة نوح. لكن ما تأخذوا أنه أنت مديون الآن، أنا يلا كم 2000-20,000-60,000 كم نستغفر، في منا يصلوا إلى 100,000 استغفار، لكن تفطر عزيمتهم بعد قليل. خذوا عيشوا آية صريحة، الناس الله بعث رسائل يعني رسائل صوتية سمعتكم إياها، أنه الناس وجدوا من الاستغفار الكثير تغيرت أحوالهم، هناك حفظ لكتاب الله، يعني عباد يعني هم يحفظ كتاب الله، يعني كل يوم هو يكرر حفظه، فهو كل اليوم على ذكره يردد، لكنه ما نفعه هذا الحفظ بدون الاستغفار. فخلي استغفارك إيمان، وأكثر من باب إنك تتبع السيئة حسنة، وخليك مجتهد حتى ينطبق عليك والذين جاهدوا فينا، وخلي لك خلوات وبالأصحار هم يستغفرون، وخليك مصدق إن يوما ما ستعيش ابن ملك. وإذا بقيت أنت بعيد عن الاستغفار، ولو عبدت في كل العبادات وتبقيت بعيد عن الاستغفار، فلن تحصل ولا شيء. وأنا سأعود على هذا الكلام، أنا تكلمت، حجيت واعتمرت، وكنت أصوم 2 وخميس، وما فوت ولا يوم واحد من رمضان بفضل الله، كل هذا من فضل الله، وكنت أحفظ في سورة البقرة، و
ما أعطانا الله بالاستغفار من صحة وعافية وأرزاق ما أعطاني إياها في سورة البقرة صراحة، ما أعطاني إياها في الصلاة، ما أعطاني إياها في قيام الليل، ما أعطاني إياها في الحج، كل شيء له ما أعطاني إياها في الصلاة. وعماد الدين هو الصلاة، ولن تقبل صلاتك بدون الاستغفار، ولن يقبل حجك بدون الاستغفار، ولن يقبل شيء منك بدون الاستغفار. فقمة العبودية هي الاستغفار. وأنت يا رسول الله، والله إني لا أفتري، يا رسول الله أنها تصوم النهار، شايف صوامه قوامي تقوم الليل، أنت بتقوم الليل ولا أنا بصوم النهار؟ لكنها تؤذي جيرانها في لسانها كلمة يا رسول الله، قال إنها قصيرة. يعني سيدنا عائشة قالت عن أحد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، قالت يا رسول الله يعني تزوج نسيت أي أم من أمهات المؤمنين، تزوج واحد الرسول عليه السلام، قالت يا رسول الله لكنها قصيرة، قال يا عائشة والله لو مزجتيها في لو مزجتيها في ماء البحر لمزجته. هاي الكلمة قصيرة. شوف احنا شو بنحكي وشو بنتكلم وشو بنسب وشو بنشتم وشو بنقلب لحوم بعض. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اي صلاة انت بتظن هاي الصلاة؟ هاي الصلاة حركات الصلاة، الصلاة هاي عبادي، هاي هاي الشعائر يعني المعاملات هي فوق كل شيء عند الله جل في علاه. فأنت عليك أن تستغفر، والاستغفار هو تعظيم، هو تعظيم لكل شيء. لن يقبل منا شيء بدون الاستغفار، والله ما وجدنا شيء في كل شيء، الحمد لله رب العالمين. طبعا الصلاة لرسول الله لهم لها، ما بقول إنه أي شيء، ولكن مش رايح يزبط معك شيء بدون الاستغفار. ثم إنه كيف تستحضر قلبك هذا الأمر؟ أنا دابينه يعني يا أخي صلينا وصمنا وحجينا وذكرنا الله وذكرنا وذكرنا، لكن إحنا كنا مستمرين بالذنب من باب إني لا أستطيع تركه. افهم، خليني أجي عليك أنا، أنا ده بين لك يعني، خذ وابني على هذا الكلام كلام آخر. يعني إذا أنا قلت لك إني كنت أنا غرقان في القروض الربوية، مش لأني أنا كانت تجارتي تتطلب مني إني أقترض، أو إنه سأغلق المحل ومعيش فلوس أسكر المحل وهكذا، وصير مشاكل مع التجار، مشاكل مع الناس، سواد وجهي وهكذا. فأنا كنت مضطر إني أخذ قروض من البنك وأمشي حالي وأمشي حالي وأمشي حالي. نعم، فهنا شو أعمل؟ كنت أتبع يعني أزيد في العبادة، أزيد في العبادة. ممكن أنا في أشياء بيننا وبين الله، يعني مش كل إشي أنت تبينه، لكن في أشياء بينك وبين الله. أنا بعرف الآن مثلا الحمد لله رب العالمين الذي عافانا من هذا كله، الآن يعني هذه الصور مسلسلات وأفلام السقطة والإباحيات ناس كثير غرقاني فيها، ويعني تبكي دم، تبكي دم، كيف تتركها؟ يعني بعد ما أن يخلص من هذا الفيلم، يعني شاهد الفيلم واقترف ذنبه يبكي، ثم يعود ثاني يوم إلى نفس الذنب، ثم يعود كالولد كالطفل الصغير لا يستطيع أن يترك شيء. طيب هذا يزيد في العبادة، مش لا يستطيع أن يترك، ماذا يفعل؟ بيروح قارئ صورتين يعني كمان جزء، ومصلي كمان ركعتين، ومصلي وصايم كمان اثنين وخميس، لكن الوضع إلى الخلف سر، إلى الخلف سر. ما عوضه الله بهذه الركعات لأنه غرقان في الإباحيات أو في الربا أو في أي شيء آخر، لا يستطيع تركه. لا أنا أقول لا يستطيع لأنه هكذا. لكن عندما تبنى ولزمنا الاستغفار انقلب، تعوض الله سنين مضت في أيام، في أيام. عشان أنا لا أبالغ، عماد الدين هو الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، عشان نفهم. وأول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة هي صلاته، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت صلاته فسد سائر عمله. نعم، فعشان نفهم، مش إني أنا بقول لك تصليش واستغفر، لا تأتي بكلام أنا لم أقوله، بس أنا بقين لك مكانت. يعني صلاة بدون استغفار راحت عليك الصلاة، حج بدون راح عليك كل شيء. حجينا رجعنا بعد مدة يعني بسيطة، والله ربما أسبوع رجعنا للي كنا فيه.
رجعنا للسقطات التي كنا مغموسين فيها وبوتيرة أسرع أكثر بكثير، وكأنه الشيطان يريد أن يرجع كل السجل الأسود الذي عندك بأسرع وقت. نعم أنا أعرف ماذا أقول، والله إني لكم ناصح أمين بالاستغفار، لكن لا تأخذ الاستغفار أنا مديون أنا مضغوط أمطرة المقبولة مش مقبولة. كل الاستغفار مقبول، لكن عيش معه، عيش معه وصدق إنه وعد الله. لربما أنت دينك أقوى من ديني فالله يشد عليك، لربما يريدك داعية، لربما يريدك الله شيئا آخر. ثم استحضار القلب، هذا يعني أنت حين إن شاء الله كيف أستحضر قلبي يا أخي وأنا الذنوب أكلت هذا القلب؟ كيف يعني مش فاهم أنا يعني؟ لربما إذا كان في شخص معين مثلا يستحضر قلبه بفضل الله، يعني هو قليل الذنوب قد من الله عليه أنه مستغفر أو متعبد أو كذا، من الله عليه بأنه يستطيع أن يستحضر قلبه. الحمد لله رب العالمين، فضل من الله أن أستحضر قلبي في كل صلاة وفي كل ذكر، الحمد لله رب العالمين بإذن الله تعالى، لأن الذنوب هي التي تحول بينك وبين الهي. طيب كيف أنا بدي أترك ذنوبي؟ نعم هي من أفعال سورة البقرة، مش أفعالي أنا بفعلش الشيء، أنا بقرأ. عشان هيك أنا ما كنت أستحضر قلبي لما كنت أقرأ سورة البقرة ولا لما كنت أستغفر، ما كنت أستحضر قلبي ولا أنا مش يعني مجبر إني أستحضر قلبي، أنا أستغفر لساني. اسمع خليني أكون أمامك، عندما تنظر إلي مثلا وترى شفتي يتحرك هكذا، تقول أبو أحمد هذا مستغفر، كلما نظرت إليه ورأيت أن شفتي يتحركوا هذا اسمه أبو أحمد المستغفر، وأنت علي المستغفر، وهذا يوسف المستغفر، وهذا سمي ما تشاء اسمك مستغفر. آمنت أن الاستغفار هو رحمة الله، فأنت تستمد الرحمة هذه من الله في كل وقت، وهذا اسمه التعظيم. بعد سورة نوح فقل استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظم الله وتصدق إن هذا وعد الله وهو حق وهو قادر على أن يحققه لك؟ فإن تركت الاستغفار أنت في واد بعيد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الآخرة طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فالاستغفار هو رحمة الله. هذا المريض إن استغفر شفاه الله، المديون إن استغفر قضى الله عنه دينه، الذي يريد الزواج إن استغفر ولزم الاستغفار زوجه الله. الذي أنا أشهد الله على كل كلمة أقولها، الأمراض، الأسقام، زواج، شو بدك، شو بتتمنى بالاستغفار. وبالآخرة ما شاء الله، ولا يعذب الله مستغفرا ولو أن صاعقة نزلت من السماء ما كانت لتصيب مستغفر. بعث الله لنا يعني بعث الله لنا رسائل من كل مكان. يعني في صبية كانت يعني من صغر عندها ربو، عندها يعني شيء يعني النفس من صغر. إذا أنت بتقول من صغر أنا يعني شفاها الله بالاستغفار. واحد عنده جدري شيء من يعني مرض جلدي سنين شفاه الله. نزلنا قصص كثيرة، نزلنا قصص كثيرة على الاستغفار. طب أنا قلت لكم إنه الحمد لله رب العالمين البروستاتا هاي في جيل معين، هو كأنه أنا عندي ماء أبيض سويت عملية صحيح، هاي العملية للعين اليمنى أنا عملتها منذ 3 سنوات ولكني يعني ما أردت أن أعمل العين الثانية، ما أردت لأنه ما استفدت كثير. بالليل صار عندي مشكلة في الأضواء، بالليل صار عندي مشكلة في الأضواء، وإذا لبست نظارات في عندي مشكلة بالأضواء. أنا سويت عملية وهذا ما كنتش مستغفر، مليح أنا كنت أقرأ سورة البقرة لكني ما كنت مستغفر، لكن هاي العين بفضل الله رب العالمين قبل شهر عملت هذه العملية ما شاء الله تبارك الرحمن مع الاستغفار شيء آخر. أنا بعالم آخر، أنا كنت أتأذى من السفر بالليل ما كنت أشوف، اليوم الحمد لله رب العالمين. طيب بروستات هذا بجيل فوقي 55 بيبدأوا يعني يعانوا الرجال من هذه المشكلة، وهي أعتذر يعني لازم تفهم إنه هذه قد تركضك في الليل. بروستات أنت لا تستطيع
تبين هذا الأمر لا تستطيع التبول، وإن بس حبست هذا البول ستبقى كل الليل وأنت شغال في هذا الأمر، يعني لا حياء في الدين. فالحمد لله رب العالمين تركت الدواء كله منذ أكثر من شهر، يعني مع الدواء ما كنت أستفيد. بالاستغفار أنت بألف ألف خير، وأنا أشهد الله على كل كلمة أقولها. كنت هذه يدي قبل الاستغفار، كنت معي بسورة البقرة، احنا رجعنا على الاستغفار في رمضان 2022، قبلها كنت أفيق من النوم بسبب أوجاع هنا، انتهت أشياء كثيرة. كان عندي أنا بال 2021 كان عندي كورونا بالرئات، مش بالعظم، مش بالعينين، مش بالرأس، الكورونا كانت الذي ضربتهم الكورونا بالرئات، وأنا كنت أقرأ سورة البقرة، قارئ سورة البقرة، الذين كانت يعني كانت تقريبا تميتهم الرئات، كانت تميت هي القاتلة، أكثر واحد قتل اللي في الرئات. الحمد لله رب العالمين مضاعفات الرئات بالكورونا اختفت مع الاستغفار، وأنا أشاهد الذين عندهم مشاكل، لا زالوا عندهم مشاكل في الرئات، الرئتين بسبب الكورونا، لا زالوا بعد الكورونا ما انتهت منهم سنتين ثلاثة، ولي قريب يعني هو كان معلم مدرسي وترك التعليم. لكن النصح إنك تنصح واحد، القلوب بين يدي الله. طب أنا كيف بدي أستحضر قلبي إست هذا الموضوع، إنه شفت كيف إنه الاستغفار يدخل في كل باب، شايف كيف إنه الصلاة ما نفعتني، ولا مش يعني ما نفعتني من يعني أعتذر لربما العبارات ما منزلهاش مظبوط، يعني صلاة بدون استغفار ما فيها ثمار، وكل عبادة بدون استغفار ما فيها ثمار، وهذا 40 سنة من التيه وهكذا. وحتى سورة البقرة ثمارها أعظم بكثير مع الاستغفار. سورة البقرة ثمارها أعظم بكثير مع الاستغفار. فالاستغفار فيها التمكين، فيه النصر، فيه العزة، فيها الكرامة، فيها الرزق، فيها الأموال، فيها الصحة، فيها القوة، فيها كل شيء، فيها العلم، سيؤيدك الله، سينصرك الله، سيزيدك من فضله الله في الاستغفار. صلينا وصمنا وحجينا وذكرنا الله وقمنا الليل وعطينا الدروس وما شاء الله، لكن الاستغفار يختلف يا أخي يختلف. بدك تأخذ الصلاة والصيام والقيام والحج وكل هذا تأخذهن، مش معناها إنك تتركهن وتلزم، لا خليك مع هذولا مع الاستغفار. لا تفهم إني أنا بقول لك لا تعمل هذولا وفقط استغفر، بعدين أنت منا نبلغ أي بلغوا عني ولو آية هي تعيش الآية، فتعرف الله فيها مش تعرف أوامر الله، ستبقى متفلت يمنة ويسرى ومغموس في هذه الشهوات الدنيا حتى تعرف الله. فإن عرفت الله فستبدأ تراقب كل صغيرة وكبيرة، ستراقب عطاء الله، هل ذهب منك أم بقي، ما هي بالأول كانت خرباني، لكن اليوم مع الله عندما تعرف الله جل في علاه من باب أنه استجاب الدعاء، وإذا سألته وهناك تسهيلات من عند الله وكرامات وأمراض تزول منك، فتعرف أنك بفضل الله ما الذي أزال هذه، ما هو السبب، إنه الاستغفار، فتبقى محافظ وقريب ونعم. لكن هناك في إخوي يعني كسالة يتسلون، يريد أن يفعل كل شيء، يريد أن يشاهد المسلسل، متابع مسلسل ربما تركي أو هندي أو لا أدري، من الأخوات عندها الطلاء لا زال مستمر، لا تفكر أن تغير في اللباس، أن تلتزم، ورك فقط ماسكي مسبحة. فهنا أنا لا أدري كيف سينفعها الاستغفار، لربما سيكون السبب الاستغفار إنها تترك هذه الأمور يعني، وتعود إلى صراط الله المستقيم. لربما القلب، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله، لربما يكون هذا هو المحرك إنك أنت تعي الصورة وتقبل إنك أنت تغير في حالك. نعم، ما كان الله يغير
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نتوب إلى الله ونقبل على الله. ثم حضور القلب مع هذه الذنوب، لا يمكن أن يحضر قلب مذنب، لا يمكن، لا يمكن. التنظير كلام وهو كلام. إذا كان الصحابة تحضر قلوبهم ما كانت قلوبهم مثل قلوبنا. يعني اعتذر، اعتذر حتى لحافظ كتاب الله ذا عنده ذنوبه لا يحضر قلبه حقيقة. يعني أنا لا أنظر، لازم تكون أنت إنسان فيك عندك استغفار، عندك ورع، عندك شيء بينك وبين الله حتى يحضر هذا القلب. فإني أقول أحضر، يلا حضر لي قلبك. ثم السرعة يا جماعة، أنك أنت تكثر من باب، أنا سأنهي إن شاء الله، أنك تكثر من باب عندك كثير سيئات فتنهي، فلا تسأل مليون سؤال، خلاص اكثر واقلع واستمر وتب من هذه الذنوب وسطر العجاب من عطاء الله. فالسرعة هي أصفر 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 أصفر. لسان وشفتين فقط، لا يذاكر لله. هكذا أصفر أصفر. بيقولوا بيقبل الله بيقبلش الله، أنت مالكاش علاقة بالناس اللي بتنظر، أنت إلزم عرفت فلزم، يعرف أنه كل شيء بعد المطر الاستغفار إن شاء الله سيبدأ يقبل كل هذه الأمور الله جل في علاه. فهنا إن شاء الله بارك الله فيكم، إني أقول إني أنا لازم تخشع وأنا لا أخشع، لا يليق. ثم إن المقايضة قبلها الله وقبل كل شيء بينا الحمد لله رب العالمين، فلا تدخل في المتاهات. عمل اعمل عمل صالح ثم اسأل الله فيه، اترك ذنب ثم اسأل الله يا ربي، لأنه من الثلاثة الذين أخذهم المطر واحد كاد أن يزني في ابنة عمي، فقال يا ربي إن كنت علمت إني تركتها خالصا لوجهك الكريم ففرج ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وأنت اترك الإباحية، تقول يا ربي إن علمت تركتها خالصا لوجهك الكريم فأعطيني مسألتي. وهكذا نسأل لإخواننا الذين هنا وهناك تحت القصف في كل بلاد المسلمين، فندعو لهم نعم بصالح أعمالنا بالمقايضة التي قلنا عن 10,000 استغفار، ولأنفسنا وللإخوة ولمن تريد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نحن لا ننظر، نحن نعيش حقيقة عشناها. سأرفق إن شاء الله روابط تكون هنا لمن يريد أن يعني يقرأ تعليقات ماذا وجد المستغفرون. نعم ستكون روابط، اقرأوا بالتعليقات ماذا وجد المستغفرون. وهكذا إلزم الاستغفار وأكثر أكثر اجتهد. كنت تعبان تعبت، نعم بدك تصلي بدك تصوم بدك تحج بدك تسوي كل هذه الأعمال، لكن لا تتشعب بالأوراد، لا تتشعب إيش آية تسوي بروفيسور بآية تعرف الله من خلالها، تتشعب لماذا؟ ما أنت بتذكر الله بالاستغفار، عيش الآية حتى يمطر الله لك السماء ويأتي الرزق ويأتي المال ويأتي الحياة ويأتي كل شيء بفضل الله. وأعظم ذكر هو الاستغفار إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.